خواتاتي مرحبا بكم خالتي. اليوم مع خالتي نكمل لكم الحكايه مع اخونا، فتحي خالتي اللي كان الحلقه الاولى، والامورات والحكايات وطاحون وضرب جنب وضرب بوليسي وطيح وهرب وما على بالناش. المهم خالتي اليوم ما جاي يحكي لنا وش راح يصير له. المهم قال لكم خالتي حياتي طبعا راح تفرقع وما دخل. المهم قال لكم سكنه. المهم خليكم هو يحكي لنا. المهم مرحبا بك ابو العزيز، الله تفضل. يعينك خويا عامر. بو وصلنا في الـ الفيلاج كيش روس. كنت انا وياسين صاحبي تما. ياك ما جينا داخلين الفيلاج هذا، هما لي فيلاج في اليونان بكل فيهم برا باب. اي فيلاج تلقى فيه برا باب تلقى فيه بوست بوليس صغير تما محروسين. ياك ما جينا داخلين لقينا لابوليس تما، بوست بوليس يعني شغل سيكريت ما مشى بوليس. واش حنا خفنا شكون اللي يعيطوا لابوليس؟ خفناك فاهم، تيقولوا ممكن حراقه من يعيطوا لابوجي يزونا. اي زعما الفيلاج حنا حبينا شكون نديروا دوره على الفيلاج، نبعدوا شويه نديروا عليه دوره وندوبليوه ونروحوا باش ما ندخلوش لداخل. طيب ماشي نديروا الدوره هذيك، لقينا واحد الدار مطرفه في الفيلاج هذاك. اي هذيك الدار فيها جرده كبيره من برا وفيها طابله تاع اللوح هذيك، وكانت الليل نشوف اي وقت كانت 11 تاع الليل. جينا فوق الطابله شغل في الليل تبان شغل باينه بلي ماكله فوق الطابله هذيك. حنا شغل ميتين بالشر، لقينا الطابله هذيك قدرنا نريسكي وندخلوا وما ندخلوش، خاف ندخلوا يحكمونا من قلت انت ريح هنايا يا صاحبي ياسين، توري هنايا. قال لي روح اصاحبي ما ندخلوش الدار ما نشوفوش كيف فوق الطابله برك، ما حبيتش نطردك الدار هذيك. لقيت ثم فوق الطابله، وصلت للطابله هذيك دخلت فوق تاع الجرده فوق السياره جاي. وصلت للطابله هذيك لقيت فوقها كان تعرف ديك الكرواس عامر تاع 7 دايز هذيك، لقيت ثلاثة حبات تاع 7 دايز هذيك، وقيت بو قهوة هكا وواحد القرعة تاع الزيبو كبير تاع القهوة. أيا زيتهم بكل ديتهم، أيا مديتهم له من شغل السير مديتهم له ليه، وعاد رجعت قلت لي وين غاتقول لي جاي. أيا زعما جبت كرسي تاع النيلو هذاك شغل تاع نريح شغل مارك لي حراك ومقود نريح في الكرسي ونتقهوى. عاد خرجت الكرسي تاع النيلو هذاك حطيته مريحين، ضربنا الكرواسو هذيك ودو الاخر سخنا القهوة شربناها. كان ديجا واحد البودر هذاك لا الماء كان سخون بعد. ايا شربنا تقهوينا وكملنا طريقنا. وقبل ما نكملوا طريقنا كانوا لي موطو تاع الفيلج هذاك شغل يحوسوا الحراقه تما، لا باسكو اليونان دايره كل واحد يحكم حراق ولا يشكم حراق يعطيهم 100 اورو ما تولي لهم خدمه فاهم، شغل تولي بكل يحوسوا عليك تما تولي خدمه عليهم. الموطوز ما حبوش يحبسوا يعني نستنوا في الموطوز يحبسوا الموطوز باش نروح باش ما حبسوش بالسيف، بالسيف باش خرجنا من الفيلاج هذاك بالسيف. حصلنا فيه حصلت على كلاب. ايوا كملنا نمشيو بالليله هذيك، مشينا بزاف الليله هذيك حتى وصلت بالك يا ربي وصلت الصباح. ايوا الصباح خبطناها بركده في هذه البلاصه في جبال، خبطناها بركده تما وكانت تما واحد الراعي بالكباش شافنا قلنا كاليميرا. كاليميرا باليوناني كما قلنا زعما كما نقولوا جود مورنينغ حاجه كيما هكا. ايوا حنا خفنا قلنا هذاك يشكمنا درك هذا. ايوا قلنا له صحي كاليميرا منه، هو راحنا بدنا البلاصه كنا راكدين فيها. ايوا نستناو ملف الليل يطيح، طاح المغرب وصل المغرب كيك شغل عاودنا زينا دي ساكودو منا وجدنا روحنا. قلت له ديما اول حاجه نقولها كواجد، ويقول لي واجد هيا بعد نكملوا الطريق. ايوا نكملوا مشينا وصلنا واحد الفيلاج اسمه روسا، هذا الفيلاج يعرفوا الحراقه بزاف. ايوا دار الفيلاج روسا وجينا داخلين كانت قدامه واحد غابة كبيرة. هذيك الغابة ما نساتش حكايتي بكل غابة كبيرة. حنا باش ما ندخلوش الفيلاج هذاك زعما كنروحو للغابة. ايا جي ندخل للغابة لقينا مسيجة ولقينا مقودة تما. ايا قلنا ندخلو على الفيلاج نعلبوها كيما تجي ونعاودو ندخلو ندخلو الفيلاج وندخلو للغابة ورا فيلاج كاينة الغابة. ايا دخلنا الفيلاج هذاك مكوفين روحنا بدي ساكود زعما شغل عادي شغل زعما مواطن يوناني زعما شغل ما كاين والو. ايا كانت واحد القهوة تما عامر، واحد القهوة حكمتها مرا تركية. ايا كما داخلين حنا الغابة الفيلاج هذاك داخلين كانت واحد القهوة تما ريحين فيها غير الشياب اليونانيين، غير الشياب العادمين كما نقولوا حنا في البلاد، الشياب العادمين هذوك مريحين تما قاعدين يسكروا قاعدين يشربوا يونانيين قاعدين يشربوا ويضحكوا بالقهقه تاعهم هذيك منا والكلاب جاو في اليونان. معمره بالكلاب اليونان هذيك جاونا الكلاب باينين بلي برانيه شغل تشموا ريحه الكلاب. بداو ينبحوا الشياب هذاك شغل تخلع كيما شاف الكلاب شو راه نبحوا ولا تخلع. طيح لنا باليونانيه انا فهمت بلي طيح بس ما بيش وش قال، طيح لنا بهم بكل باليونانيه نحس بطارش بها علينا حنا هربنا غير الكلاب ما يعضوش ولا يلابحوا برك. ايا خرجنا من الفيلاج هذاك باقي نمشي ودخلنا للغابه. هذيك الغابه جايه ورا شجر تحق صار مش طوال، وفي الوقت هذاك بدات
يبخ النو، المطر بدا يبخ شغل يبخ ويحبس يبخ ويحبس حنا في الغابه هذيك شويه يا ربي شويه الساعتين تاع الليل بالك بدا تبخ النو شو قلت له خير تحكم عليا النو في كاش بلاصه دركا وطرطقنا نسردو بكل اي قلت له نشوفو كاش بلاصه نتخبوا فيها حتى تصب النو تحبس ونكملوا تفاهم تفاهم معايا تفاهمنا مريقله اي لقينا شجره عامر شجره شغل مش طويل ماشيش بالطول شجره دي شجيه كما نقولوا الغصان تحاجين هكا شغل خارجينك فاهم شغل تينضون اي واش درنا نحينا الكاوي تاع النو داك ديناه معنا الكاوي شيناه من الاتصال من الترك من اقصاري شينا هذاك الكاوي معنا ديناه اي علقناه فوق الشجره هذيك باش ما تصب النو شغل تبقى فوق الكاوي حنا تحت الكاوي متخبين تصب النو شغل مخبين بالشجره ايا علقنا في الشجره من ناري قلنا ستيكينا دخلنا في لي ساكوشا تاعنا عيانين بعدها دخلنا في لي ساكوشا غطينا كيما كامليح بالساكا دوت على ريسالنا ودايرين بينا الحوايج هذوك الساكوشا الواحد ايا خابطينا برقدو نضنا الصباح شويه 8 تاع الصباح عامر انا سرت في حياتي الدوش بصح كيما الدوش هذاك زعما هذوك القاوي تاع الماء تعمر بالماء تعمر 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 صاحبو كل ما علينا يا ربي يا ربي هذاك انت شغل زعما نقولوا شاي هكا ماكش سرد وعيان اي زيت ما كنتي تسرد كيفاه تسرد وزيد تصدر وتمر طيح روحك خلاص طيح روحك دابا شي تقول تقول نحنا ندفي عمر حنا نروح للدار ما يعلبوها حرقه كيما هذه كرهت كرهت حياتي النهار هذاك نو هذيك يا ربي هو ثاني سارد معي سردنا شمخنا شوف تقاشر كلش تشمخ كلش اي تمايا واش كنديروا باش على النار ما كانش عندنا البريكي ما عندناش باش على النار باسكو كلش سرد في الغابه هيا كيف نديروا كيف نديروا وانا باقي نطيح ويطيح وقال لي نعلبوها حرق انا ما نجيش نجي هنا صاي صافي دابا غادي نرجع للمروك غادي نرجع للمغرب شو واش كنديرنا هنايا الهبال المهم كملنا منا منا ماذا قلت له نجيبو كش بلاصه هكا شغل روشي كش عفسه كنشعلو فيها النار انا منين نشيح ويجي موحال نكمل الطريق صادك موحال طاحت روحي صدرت تقودت عليا ايا كملنا نمشيو زينا لي ساكودو في حاله الطيونات ايه نخليها لربي المهم زينا لي ساكودو كملنا طريقنا في الغابه كان نمشيو بدا قال لي ما قدرتش انا صاي قال لي حنا نروبوزي قال لي نو سرت منا قلت له مالا ريح انا خليك الساكودو زعيك تروح تفوس عليك شمن لقاك كش مبيش انا كش حفره كاش دار كاش فكره كندخلوا فيها ندفيو فيها ونشيحوا حوايجنا اي الحق راحت انا نحوس مشيت بالك واحد 800 متر قيس طوموبيل اش فاهم ليه معايا انا طوموبيل اودي ماتريكي البلغاري هذه في ليون ماتريكي البلغاري اودي اونسيا دي ليزونسيا ليس اوغون تاع لي بولوني سوغون بزاف اونسيا ماتريكي اونسيا طوموبيل دي اودي كولر تاعها زرقاء قوي الماتريكي البلغاري البابليس تاعها مكسر واكسيدو دي سيرو دي مولها كان دي سكران وهبط دخل له ملقينا لقينا شغل كاين روشي فوق الطريق وهو تحت هي مكاري تحت الطايشه شغل بينا مولها كان سكران هبط بها بالك خلاص فر بها وخلاها وراح المنطقه يسحبوا الغاري يشفع عليه بيجي ايا قلت لك ما شفناها الطوموبيل هذيك طلع لي ماوس ما حش الساعه فتحتها واش كاين ديجا لقيت بلي حراقه دخلوا فيها من قبل فتشوها لقينا شغل لقينا الطريقه تاعها مفتوحه الباب كابين بلي واحد بربش فيها من قبل عاود رجعت عند صاحبي ياسين تورقي الطوموبيل من قال لي تمشي نوط ايت واش من تمشي ونتخباو فيها ما تمشي ما والو تمشي في الغابه تسوق بها انت مولاها خليها تحت السوق هاك لا تسوقها في الغابه مقود ايا خليت جاب جبنا لي ساكود وجينا من دخلنا للداخل المشكل اللي فيها طوا تاعها طاير ما كانش هذا هو المشكل لقينا الطوا تاعها طاير شغل هي صح شغل خير من اللي كنا برا شغل مي رقدنا شغل كفرشنا شغل نحينا الكراسه شغل طبقنا الكراسه من التكينه وش هو شغل قاعد يدخل البرد كاش ما تسوحش بالراحه فاهم ايا كيف نديرو كيف نديرو منا ايا توني جاي انا شغل كنا متكيما توني جاي هنا وين نجي ايا كيما رحت اخويا انا جاي عامر شي لقيت فيها واش دار اولا كان يتفرج في الفيديو هذا وشاهد يعني تما هنا الله غالب انا الحمار ما يديرهاش هذه جاب الخصان الشجره دوك الصغار قسم 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 شوي سوق شي فرصه الطوموبيل الكرسي اللي قدامه في الارض وين تحط رجليك حط الخصان تما شعلهم بالنار شان النويره داخل النار داخل الطوموبيل انا جاي من بعيد كنشوف الدخانه طالعه الطوموبيل تحل غير من برا ما تحلش من الداخل انا جاي ونشوف الدخانه طالعه من الطوال اللي محلول هذاك وش هي هذا جيت نجري
لحسوا باك نوضها وباك شعلت النار فيها ما جاتش باقي خاصها تشعل الوحده تما ديال المحل يكون غابي للدرجه هذه. قلت باك شي نوضها كش ماما صاخيت باك شعلت. قلت واش قاعد دير؟ قلت لي حليت الباب. قلت لي دير كا قلت واش قاعد دير؟ قال لي يا صاحبي جي نشعل النار نشيحوا حوايجنا. قال لي شعل الطوموبيل بوكل. قال لي رباني. قال لي كون غير الطربه قال لي بيا نموت يا ولدي. شغل لاباك شغل تعبت على الطريق والنوزه هذا هو تعبني كذا شي تحبس لي دماغي باك بالذكاء تاعو هذا قلقني. قلت له يا سينت خويا شغل ربي عطاها لنا باش نقعدوا فيها الداخل باش واحد يرقد فيها ومن حتى تشعلنا لك فيها النار تشعل بوكل. والنو كانت حابسه في ديك النو حبست ثم ديك المحل حيت كتشعلت النار بحال تطفى. وفي المومو هذاك يا عامر كانت في اليونان قاعده تشعل النار هي والترك كتشعل الغابات تشعل النيران وكانت يخي فيها ضحايا والكوبتيرات وطيك اليونان والترك شعلوا. ايا كما شفت بدات الكوسانه شعلت بدات تشعل الطوموبيل زين الحوايج شكون كان قدامنا واحد الجبل لك جبل جبل جاي بالطول جبل جاي بالطول. ايا قلنا نطلعوا فيه الفوق ونتخباو باسكو لابانا بلي كيجيو لي بومبي ويجي معاهم الجدارميه ويلقاونا هنايا باك تروح نروحوا بقضيه تاع ارهاب لباك يخبيونا بقضيه تاع يحسبونا بلي حنا كنشعلوا في الغابات في اليونان هذيك المهم كانت كتشعل الغابات بزاف ويلقاونا حنا تما مشعل الطوموبيل اقسم لك بلا نروحوا ب 20 سنه 20 سنه يخبيونا ينساو علينا بضحكه. طلعنا هذيك الروشي الفوق خلاص متخبيين نشفع عليها وكانت في هذيك فوق هذيك يا ربي كانت الغروب تاع الشمس كانت مع العشيه خلاص متخبيين سنين واحد ساعتين بالك هذيك الطوموبيل شي دارت تفلقت شعلت بوكل شعلت بوكل شعلت بوكل شعلت بوكل طربت الروض تحت تفلقوا الكابو تفلق الكارو تفلق هي كان زرقاء قلت لك كان زرقاء. المهم جاو لي بومبي جاو سمعنا الجيروفار جاو لي بومبي نسمع فيهم يحكي باليونانيه تما داك في الوقت خفنا غير يطلعوا الدرون في السما يحلفوك شمي يلقاو دابا كون طلعوا الدرون يلقاونا هما ما يشوفوناش بعينيهم بصح كون طلعوا الدرون يشوفونا سهرنا ما طلعوش الدرون ايا طفاها بالنار طفا وكل ما راحوا خلينا واحد الساعتين باش نهبطوا تما قلنا قا يكونوا متخبيين قا دابا المهم توسوسنا ايا ريحنا واحد الساعتين كاك في الليل هبطنا هبطنا للطوموبيل لقينا ولات قري رماد ملي كانت زرقاء ولات رماد طرب قلت الطوموبيل تفلقت ها سماش ولا العدم هكا ولات العدم صح. المهم لقينا بلي بقات روضه شعلة فيها النار الداخل في الكاع شعلة فيها شويه النار بديت نحينا حاجه تقاشر شكون حطينا تما شاحو مليح تقاشر ومنا وزادوا يبسوا وزادوا جرحوني في رجليا يا عذاب حيت بسترينينغ وزادوا تقاشر يبسوا في الطريق ولاو جرحوني طردقوني في الطريق. ايا كملنا الطريق ريحنا كيف كيف شيحنا وخلصنا لبسنا حوايجنا وكملنا الطريق مالغريا كنا في حاله ساردين مبرمدين. ايا كملنا الطريق بالمابس المابس باقي مسخر بينا باك في الغابات مدين وصيهم به الناس اقسم بالله في الغابه يولي المابس مي هذا التيشارجي بالبايسيو يولي يتمسخر بيك ماكم هنا يصوت يولي صوتي واحد ويهبل صاي انا تما وليت او هنا المهم السيف باش كملنا حكمنا لكم نقولوا اللوكيشن من هنا كملنا الطريق دخلنا في واحد الغابه هذيك الغابه نشوفها غير في ناسيونال جيوغرافيك الغابه تاع اليونان هذيك البلاصه مانيش عارفها وين اي ورجي ورا فيلاج هذا تاع روسو غابه كيفاش جايه شغل جاي زوج جبال غابات شجر بزاف لتحت خلاص لتحت بعرف قدام الميطر كاين واد فيه الحجر هذوك تاع مدورين الحجر هذوك المولس هذوك في الحجر باش تقطعو لازمك تنحي الترينينغ وتقفط مليح وتفوتو وبارد اغلاص هذاك الواد ايماجين تاع سارد ومبرمد زيد تفوت على الواد سارد يا رب عدو يا ما تمناهالوش. حنا هابطين في الغابه وكاين عندنا باور بانك فيه الفلاش فيه التورش ياسين هو اللي كان هزو لنا هاز المابس نشعلو في المابس ديك الساعه نسمعو هيشات في الغابه يا خنزير يا ثعلب ما على باليش شي كاين والله ما شفتش بعيني انايا ممكن لباك توسوسنا قلت لك تودا ياسين شيه منه قالها لي قال لي هذوك ما عبيش يسميهم قال لي هذوك وصح والله ممكن صح يقولوا كان الغابه هذيك ما كانش اللي يفوت عليها ما كانش اللي يقعد فيها الله يروح يحوس ما يتحوس ما يتصياده ما يتوالو ممكن يكون جون غابه كن اقسم بالله ما نوصفها لك انا السخانه حكمتني فيها الغابه قالت لي السخانه فيها الشقاق تقودت عليا هابطين في الهابطه هذيك هابطين ممكن يكونوا جنونه اي هابطين في الغابه هذيك عمر هابطين لتحت باش نقطعوا الواد وعم نطلعوا في جبل. المهم باش نوصل لتحت هذيك الواد باش نوصل للواد هذيك اللي تحت طبنا في الطريق اي مالغري هبطه يعني سهل واش هو طبنا عليه كاين شجر بزاف صارت من تقال شجره وحنا في الليل الطورش من ساعه يطيح طاح له حق الطورش بالسيب اللي طاح له بالضو شاعل كما طاح طفى الضو ما جينا عذاب اللي نحوسها بفلاش التليفون
والفلاش تليفون تاعي كما حكيت لك ما مشيت اخي تليفون اس 3 هذاك سامسونج الفلاش تاعو شويه ضعيف والغابه ديك عريضه وطويله والباور بانك كيما طاح تفطر وزاد هبط لتحت ما باش نلقاوه بالطورش بالتليفون بالسيف باش لقيناه بالسيف باش لقيناه لقيناه بواحد اللومبا كانت فيه سيغنالي تاع الباتري حمراء بهذيك شو باقي نتبعو نتبعو بالسيف لقيناه واحد نص ساعه الله يكثر 45 دقيقه نحوسو عليه بالسيف لقيناه ايا كيما هبطنا في لابطال وصلنا للواد قفطنا عاود نحس قاش هذو الجسم يابسين يابسين رجليا مجرحين دم مطردقين رجليا مطردقين وهزوا واحد لقيت واحد الخصم تما هزوا كيما هكا ونقطعوا ها مع الوقت حنا الساعه مع الاول هبنا كشنو يكون في الداخل كش ما تكون فيه ما باينش كش عفسه كش اي لحنا لحنا الخصم تاع هذاك يهزوا في يدي قال له في الوجه واسكو غامق مش غامق لقيناه مش غامق الحق اي قفطنا مليح نحينا الترينينغ نحينا كلش وقال نقطعوا بالعقل الرباني واحد نقطع قطع قطعنا بالسي باش قطعنا ترمو بيرد رجلي نحس شبي مرجلي صاي زراقو رجلي زراقو ربي حاسبني عليه مرجلي انا ربي حاسبني على رجلي هذا اوفيسيال زراقو ما رحمش زراقو رجلي زراقو 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 الدم صاي شكون احنا راح نتشل كيما نقولوا صاي طرطقت طعنا الواد هذاك طيش الساكو طيش كنت واحد نتسكى درت شي انا تكي سكه طارح روحي طيش الخصم هذاك كاع نسخطرو نشاهد نسخطرو نشاهد نسخطرو نشاهد شو مع السماء شكون تقوت عليا في بعضها بكل ايا ريحنا واحد نص ساعة هكا روبوزينو وكملنا طلع هذيك اي طلع بالعود هذاك نطلع هكا ونعاود نروبوز يطلع منا طلعنا 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 ايا حتى وصلنا للفيلاج هذا اسمه ايشوسي يعرفوا الحراقة هذا فيلاج ايشوسي فيه مسجد هذا فيه مسجد هذا شو النص السكان تاعو باك الاغلبيه اتراك اكراد اكراد واتراك اي وصلنا لايشوسي هذا المسجد حنا طلعت ايشوسي في المسجد هذا بعد شو جاي فيه طلعه ديك القريه جايه فيه طلعه حنا طالعين في القريه في الطلعه هذيك وشو الطريق اللي طلع جايه شو البيستا بيستا تاع التراب اي من داك يفوتوا علينا الناس بالموطو نسان سايون يوناني يسوق الموطو تما يفوت يبقى يشوف معنا كيما شو اللي بالهم المهاجرين لا بالهم يبقى يشوف معنا كيما هكا ويضحكوا عاقلين الناس ملاح اقسم بالله فري ناس ملاح هذوك الناس ضحكوا معنا قالوا لنا شو ما يحكيوش انجليش مع المسجد زعما دارنا بيد ما قلنا اسمك كملوا في الطريق هذه ناس ملاح لا فري ناس ملاح اي كملنا الطريق لقينا قبل ما نوصل كل نوصل الطلعه هذيك لقينا سفرجل لقينا التفاح اي زدنا تقلشنا خلاص ايا حكينا الطلعه هذيك ودرت فيها فوتو بعد سالك هذيك في الساكوشه باش نصور ايا كملنا الطلعه هذه كملنا 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 حتى وصلنا للمسجد هذا حنا حنقصدوا المسجد نديرو ندخلوا المسجد نجي نشوف فيه قيمه فيه مدفاء فيه وين تدوش فيه وين تغسل تما قلنا ندوشوا لداخل نردوا لداخل بعد تما بيت ربي ايا حنا متعدك وصلنا المسجد لقينا واحد الراجل يوناني بالموطو لانفيال تاع بكري هذوك اليوناني بكري يسوقوا هذوك لانفيال ايا لقيناه يحكي اونغلي مليح هذيك راه انا مديتاش في بليه نلقاو راجل في القريه يحكي اونغلي قريه كيما ديك معزوله لا تشوفك مخدومه بصح مريقلة هذيك هذيك خير على باليش انا كان السونتر فيل تاعنا في البلاد هذاك مخدومه الطريق اقسم لك بالله تشوف الطريق مخدومه لابوبل كيف نظيفه اللي كولها الالوان ما قري قريه شي مشبوده هذيك كلش في البلاد ما فيها لا تريزيتي لا غاز ما فيها حتى شي ديك تلقى هذيك مشبوده مالها يموت هذيك تلقى عايشين كونيكس وعندهم تما سبحان الله لا حول ولا قوه باك ديك تخليك تونغالي صايني في اوروب نكمل كمل صاي ايا قلنا هالو جود مورنينغ قلنا منين نتوما قلت من سوريا وهذا قلت صاحبي فلسطيني فلسطين شاف معايا واحد تشوفها كيما هكا تقول عنده بك الحاسه السابعه هذا قال لي يو ار فروم الجيريا اند ذيس فروم موروكو شفت معاه كيما يدوي عرفنا هذا توسوست له انا تما صح قال لي باينين قال لي باين قال لي وتو بصح كيف باينين لا لا قال لي خدم هذا تجاره في الجزائر خدم في كازا بلانكا خدم بزاف تجارات وشغل سمعني انا وياسيك كنا نحكي بالعربيه شغل اللهجات وسبحان الله حيرني انايا هو شغل نص تركي نص يوناني صنصين معاشر الدنيا ضاير مليح وناس ملاح وناس ملاح هذا اي حكى معنا الحق منا باقي قصر معنا قلنا كم عيانين لا قلنا له لا مش عيانين وهنا عيان ميت عيان ميت وتوسوس نارو خفنا يطلع البوليس ما نعرفوش خفنا يطلع البوليس باقي مسوسين منه قلنا جيعانين حابين تاكلوا ولا حابين تربوزوا واش ديروا اي قلت له واقلت له حابين نكملوا الطريق حابين ندخلوا المسجد قلت له نغسلوا برك قلت له نصلي باش نقول له شكون نرقدوا قلت له نصلي وبك في المسجد ونكملوا طريقنا قال لي المسجد
دا قفلنا في وقت كورونا تقول مازال ما حلو الدوله حبش تحلو قال لك فيه كورونا داك مازال ما يطوايا واش منا من اي الحسابات اللي درناها بوك وحنا شوف في المابس كاع عندنا بلي كان مجد نربوزي فين حتى تخلطها لنا قلنا سمو الله غالب دول مرتو مرتو عندها ثاني موطو يونانيه داك اليوناني اليوناني تلقاهم حمر باك تلقاهم حمر شقر احمر اي دول يا قال شرلها ما فهمتوش لا فهمتوش قال لها بليون اسونسيال نورمال هاد الشر برك دخلوا طيب قلنا ريحوا هنا يسناو قال لك عندكم تليفون تحبين تشارجيهم كش عطينا له الباور بانك والتليفون شارجاه من حطهم في الدار تاع جارو ومشي او تجارو قلنا قلنا احنا نخدم قلنا وي ويل جو تو ورك قلنا احنا نخدم دار وكبير دافع عمره واحد 60 قلنا كنا احنا نخدم اي يخدم باك يصيد بالك ولا الفلاحه شكي تحدا من الزوج منظر تاعو تاع فلاحه بالك قلنا احنا نخدم درك هنايا اسونسيال داك تجيكم الماكله ريحوا هنا ما تبعدوش ما ديروش المشاكل باسكو لا بوليس ساعه يجيو يصدموا هنا على قفله ديروا قرا وحدكم بزاف والله هذا واش كان ناقصين بالله اي تهلات الله في ارواحكم وبعدا قبل ما يروح حقا واش قالنا قلنا مابقاش ندير فيكم كونفيونس من وجوهكم تبانوا ناس ولا واش مابقاش ندير فيكم كونفيونس قال لي قبلكم نتوما بشهر جاوني 7 جزائريين وزوج مغاربه جاو وكلتهم في داري سكروا قال لي جاو هذو سكروا قال لي شربوا خلطوا هذا سهر قال لي ما كانش حاجه ما كلاوهاش طيب ولا طيب وحدهم قضوا قال لي قعدوا عندي 4 ايام اقسم لك بالله يا عم قال لي دقيق النهار الاخر من الصباح لقيت الطوموبيل تاعي ما كانش الموطو تاعي ما كانش سرقوني وهربوا او اقسم لك بالله كما قال لي كاش محطمني لا باش ولا غلطتني شكون الراجل الناس مليح مسكين معاكم كات الله فيكم وما داش غلطتني انا حاش نقولوا ما داش نقولوا بلي ني جزائري صح نقول له اني عايش بك في الجزائر مانيش جزائري انا ما باش من صاف افريقيا بالك غاضتني يا صاحبي على يعني على هما يحرقوا الطريق ما ديك الطريق فتحرقت وصمات وصعابت واليونانيين ما يرحموكش اليوناني فري ناس ملاح تاع انهم اللي يحرقوا الطريق وواحد انا واحد من الناس راني شغل دير هذا السرقه ما تسرق سرق ماكله سرق حاجه مع الجوز طوموبيل سيدي يخدم بها يسرق بها يخدم فلاحه نجي انت شغل 4 ايام تهلي فيه قال لي شوف كل يوم يدوشوا نديهم ينحيو معايا التفاح الماكله وناكلوا وضحكوا الانترنت تهليت فيهم فيه كلشي كانوا مع دارهم كلش ومن بعد نعتلم في الطريق من يروحوا الطريق باش يروحوا لتيسالونيك من يروحوا كلش ما غدروني قال لي انا رقدت سرقوني وراحوا زوج مغاربه وخمسه جزائريين ملي وليت قلت لهم الناس بوك المجزي بعضهم قلت لهم كل بلاد فيها المليح ومش مليح انا ديما نحب بلادنا نهضر عليها بالخير تما ما قال لي كيما نقولوا نهضر بالخير دوك البلاد فيها مليح والحاجه تما حنا خرجنا يوناني كنحيا غريسينا ودوك اللي كانوا يونانيين ناس ملاح تما قلت الدنيا دي فيها الحير ومليح شو باقيين ماك صعب قنعنا وما قال لي ما قنعتوش قال لي ما سرقوني قال لي ندير فيكم الخير نعلبوها قال لي ما سرقوني ندير فيكم الخير على كيما نقولوا بنيتي يعني انسانك اي الحق المسجد هذاك فيه زوج ايطاج فيه الطاج اللي يدخلوا فيه المصلين والطاج يدخل فيه الامام جاي في الدروج احنا طلعنا في الدروج هذوك فرشنا لي ساكوشا حنا مين لقاو نبركوش ولا شغل جمل مين راعون نبركو طلعنا تما حدا الباب الامام ورقدنا فرشنا لي ساكوشا خبطنا برقدة قبل قبلها جبنا ساعه المره جبنا البروكلي مقلي البطاطا ربع حبات خيار مقشرين وخبز هذاك يجي مطرف صحن هذاك والفرماج يوناني فرماج يوناني جامد واحد الفرماج كان والمون لاباك طريق بوك كل باك ناكلو غير في الكاطو هذاك اليابس هذاك ناكلو فيه طريق بوك هذاك شغل تاك الماكله كيما هذيك شغل تحس راك بليك انسان صايك هاك انسان رجعت للحياه اي كيما قلت خويا عامر رجعت فينا الروح تدعي لها ماهيش مسلمه قلت بصح دعيت لها قلت لها الله يا ربي يجازيك ربي يعطيك شغل جاتنا شغل ما باش ما جاتنا شغل انت في المحنه تجيك واحد يقول لك هاك هادو بكل قاوري ما يعرفش ربي هذا باش تشوف كيف الدنيا ايا كلينا خلصنا وحكينا معاهم قلنا نسمع نستنى باك يطيح الليل ونخرجوا باش ما نتقلوش عليهم ايا قلنا لهم انا قاعدين هنا خلينا التليفون تاعنا يتشارجوا عندهم كما قلت لك عن جارو طلعنا في الدروج هذوك فرشنا يساكو وشاش خبطناها برقدة خفات عيننا قلنا ايا فتحت عيني لقيت واحد الطفل صغير جا عندي يدير لي هكا باش ينوض فيا من الرقد كما نط انا نط جويه المغرب جويه المغرب 6 العشيه 6 العشيه نط مدعمش كاك حليت عينيا اقسم لك بالله كثر على 30 مره كثر على 30 مره تحت في الدرج يشوفوا معانا هكا لابسين خيمار حق مام الناس تاع اليونان لبسوا خيمار تما يشوفوا معانا شوفه شو تاع ما فهمتش انا يشوف هذيك اسكو تاع مش مليحه ولا مليحه ما قدرتش نفرقها ما قدرتش نفرق اسكو مشتاوش حابين يعيطوا لا بوليس اسكو شو داشين شافونا شو بيتين برا غدناهم ما فهمتش انا واش هذاك الطفل هذاك مسكين قال لي قالنا بوليس قالنا ما يعرفش يحكي اونجلي قالنا بوليس
ما فهمتش شويه بوليش ماذا بوليش يا بوليس قالوا لهم ينروحوا يا بوليس جايين ما فهمتش نحكي ما يحكيش انجلي غير الراجل اللي كيحكي انجلي قلت له وات بوليس وات قال لي بوليس بوليس وراح هبط نوض ياسين نسى دايرين بينا كاين شي باش طيح في هذا الموقف وتحشم على بالك شكون الناس بوك تشوف معاك كاك وانت في حاله لا يرتنى سارد مسقطين مرمد في حاله هابطين يشوفوا معنا كاك شوف هذيك لاباك شكون انت غايتك روحك ومنها كحشمان شكون في المظهر راك فيه قلنا لهم بدنا كاس ما سامحونا ما دروا والو باقي نشوف ما فهمتش يا سكو ديرونجيناهم يا حارو فينا ما فهمتش ما قدش نفرق ايا سنين طاح الليل عرفنا صحت البلاصه تخبينا فيها تم جبوده قلنا فيها هاد الكلب ثاني مطيره رجلو تبيض هذاك باقي ياسين طارش عليه كلب برجلو طايره طارش عليه مريض ياسين صاحبي انا هذاك ما تحيروش فيه يا مريحين تم بدا شغل كاين واحد شغل حانوت سوبيرات صغيره هكا قدام مسجد هذاك اي حنا معولين الا ديك نمشيو اي قلنا قبل نمشيو كش منك نتقضاو من تما باش الطريق مازال طويله قال لي سي نروح نقضي انايا قال لي نشري اعطيتو انايا كانت عندي اخي 23 اورو بس كان عندي 40 اورو 23 اورو قلت له هاك ديها معاك وجيب لي معاك ايران الا كنتعرفوا الحليب هذاك ايران والقاطو والجي وجيب برك خلطها وخلاص اي راه يا صاحبي قلت كسر على الساعه انا قلت بالك الزوز ضمدوا له الزوز بديت ندخل في الشك وبدات تقوي عليا بالك سمحت هذيك الفيلاج في بالك بلادك فيلاج عامر فيه بالك واحد 10 ديار بالك والله شكون فيلاج صغير صغير خلاص الفيلاج هذاك يا صاحبي طول طول تقلقت عليه خبيت لي ساكو في هذا الحشيش لداخل هكا وعاود رجعت نحوس عليه وين راه وين راه يا والله لقيته قدام القهوه بالويفي ويكونيكتي وانا نستنى فيه تحت زي الكلب هو وقال لي كونيكتي قاس عنده ديما ديما انا ديما نتعيطو ديما بالعياطات واش بيك من قال لي يا ولدي قال لي حكمت بيه فيك نحكي معاه في الدار قلت له مريت قلت لي انا ثاني نحكي معاه في الدار ونبقاش نستنى فيك المهم قضينا عاد نخبيناه ورجعت بالوي في هذاك قدام كان قدام واحد لي كول صغير في بلاد صغار ضربوت عليه ولا درت فوطوات تما راحوا لي يا ربي ايا باقي بالتليفون بعثت ميساج نشوف عليه بعثت لصاحبي وبعثت لعمي وبعثت لبابا والما لي ريبوندا فيهم لي كون كان اونلاين بوكو لعمي ريبوندا يقول لي يا اخي لاباس لاباس منا من قال لي لاباس قلت له قول للدار قول للدار اني لاباس راني في اليونان راني قضي سيامات وعاد نوليت ماني الويفي ما عنديش الانترنت تقول زربت له الحكايه في مفيد وفهمها وباصها لبابا راه قال له ايا قال لي قلت له صايم ريا قلت له تعيش مريقله تحيه ليه من عمي نسيم ايا خلصنا من طاح الليل هبطنا لوين خبين ساكوت هو تهزيناهم اي مريحين وكنت لابس واحد الترينك اسمها ايزي ايزي ديك بيضاء على بالك ترمو سردت ودخلت فيها الطين يبس يابسه يابسه ولا تجرحني في رجلي كون مشينا رجلي مجروحين كون شي بيزي تجرحني تحك كتجرحني وليت نحوس على حاجه شغل نبدل تقاشر فات علينا واحد الراجل في الثلاثينات عمري في الثلاثينات مع ثلاثه كلاب وبالموطو مع ثلاثه كلاب شافنا كما كشغل نقصك وشاف معنا ما قلت له بليز كا بيدي قلت له بليز شغل شريت له باش حبس حاجه في رجلي تقاش هكا فكره شغل شريت له باش نلبس حاجه نلبس حاجه في رجلي شاف معايا قال لي دقيقه قال لي مومنت مومنت راح انا صافي جيب لي تقاشر تقاشر باش نبدلهم برك هذا باسكو تقاشر تاعي يبسوا والله يا عامر جاب لي واحد واحد الرونجاس واحد القوطاس حياتي لبست قوطاس مريح كيما هذاك شوف يعني النية برك انا كنت تقاشر ما فهمنيش بلونغي ما حكيش اونغلي جاب لي قوداس قال لي قيس وقصو قال لي كنجيك مليح ولا راح نشوفك واحد اخر تخبل الاشارات فهمتو قلت له مليح مليح قلت بارك الله انا ادعي لهم ما قال لي ما مش مسلمين ما مش يوناني ما مش مسلم قال ندعي لهم قلت له بارك الله فيك مارسي ثانك يو ثانك قال لي مش مشكل قال لي بوليس قال لي درنا بيدو البوليس قال لي ما فهمتش اليوم هنا مقاريين هي الطريقه ديال ديك البوليس قلنا قلنا كروحو كبيدو شرنا من داك قلنا ملي حتروحو قلنا لتي صالونيك قلنا هكا وكافيكم اه يا الحق شكرناه منا منه كمل لبس للقوطاس هذاك شبحتو مليح حتى مريح بزاف هذاك الحاليه الغلبه كملنا الطريق اي كملنا الطريق عامر مشينا 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 خويا مشينا في الطريق هذيك حتى وصلنا للفيليرا المهم بالك وراها بيوم لا بيوم لا يومين قبل ما نوصل للفيليرا هذيك ورا الفيلا شي شوس يكون مشينا فيه وطلعنا على الجبل ما يعرفوا بهذه الحراكه ما كانش اللي ما فاتش عليه جبل هذيك تعتبر على قمه في المنطقه هذيك الجبل هذيك الجبل اللي كان يخدموا فيه ما فهمتش ايسونسيال جبل جبل عالي 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 كنت نوصف لك دماء عالي يا عامر عالي بزاف عالي عالي ترمو عالي بزاف كنا في ايشوسي ما كانش البرد بزاف طلع من فوق الريح الريح هذيك الريح قاعد يهزك الريح قوي ريح ريح قوي ما قدرتش نمشي في الريح هذاك هي فرجني ساكو شاج ولكن ما نتاكدو يحرك فيك الريح هذيك هي هزنا الريح يعني يهزك
وصاحبي كان اللي معايا ياسين ساكو شارجتيعو شراه ب ملك 100 ليره وتعيش 250 تعيش مليح على تاعو تاعو. واش قلتي رهيف شويه يدخل البردو يا ولدي ناض في الليل قال لي ربي يعيشك اعطيني ساكو شارجتيعو كلو غنسلك فيه 50 اورو اقسم بالله في البرد هذاك المح قال لي عندك 50 اورو اعطيني ساكو شارجتيعو ربي يعيشك فتح يا صاحبي يعني ما قدرتش ومن غاضني غاضني عطيت له ساكو شارج قلت له هاك ما تنبيع لك ما والو دير باني فرقت بليله تاع اليوم وغدوه ضدوني عطاني تاعو شكون تاعو تبلت به بالساكودو تاعي هكاك وجبدت واحد الساكودو صغيره تاع الساكو شارج في الاسونسيال درتها شغل باش نتقل زعما الواحد ورقدنا البرد هذاك ما رقدنا ما والو قافلوا عليا هكاك زعما وباقي الداخل ننسف والو 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 البرد 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 هذاك الاسونسيال وصلت 5 تاع الصباح 5 تاع الصباح هبطنا في الطريق هذيك ونشف عليك كانت عندي البلاره تاع المعجون تاع المعجون تاع تاع التوت حلينا في الطريق بالخبز هذيك الخبز يبس الخبز دينا معنا من الترك اي ولا في البلاد يعطيو الكباش خبز اليابسه ولا هكاك والله ولا هكا حاطوا المعجون وقلنا ناكلو فيه زقرمش يابس اي عطي ناكلو فيه في الطريق هكاك ونضحكوا هو يقول لي غير وصلتي سالونيك هذيك ندير ديريكت فيها واحد واحد الماكله مغربيه ليسونسي قلت وحشنا ناكل الماكله وانا نقولوا ندير فريطومبلات اخويا ندير شخشوخه ندير باقي شكون ترمو بالماكله ما كناش الماكله سخونه هذه توحشنا ولينا نهلو صوبرك يا ماشيين في الطريق هذيك هابطين جاي هابطه وشو ساعه ساعه نلقاو بلاكات بلاكات كوم اليونانيه ما فهمناهمش مليح ما فهمتش يا يقول لك تحذير ما فهمتش يا غابه يا محروسه ما فهمناش المهم قاعدين نهبطوا مشينا مشينا هذيك واحد اليوم بالك المهم ورقدنا في الليل قبل ما نرقدوا في الليل لا عمر وصلنا واحد الفيلاج اسمه فيليرو هذا الفيلاج يعرفوا الحراقه هذا الفيلاج كان مخدوم شغل كيما نقول الكراج ديال كلش مفتوح ما كانش مشغول حاجه مقفوله الكراج السيد تاع الماكله مخليه محلول وكاين الكاميرا كاين بصح مريق لا صاحبي هذا فيلاج خير السونتر فيل تاع الجي بالك هذا فيلاج بالك مجبود هذا واحد هذا وحده الفيلاج مجبود تاي قلت مخدوم لقيت عامر فيلو في تي تي زرقاء مقاريه قدام الدار قلت له عيان قال لي لي عيان صاحبي وكار ايك طويل فيلو بربيش انا نبطو فيها اليوم ما لقيناش فيلو الثاني كنا بطلنا بزوج لقينا غير فيلو وحده وفي اليونان باش نوصل تصير الناس تلقاو اي طوموبيل كاميونه سوا زرقاء سوا بيضاء كاميونه كلا فورغو تولهو منها باسكو لا بوليس اليونان تما يتمشاو بهم لا باكش بالفورغو هذيك يلمو فيها الحراقه واحد يديهم الحبس اليوناني على يديهم الترك فورغو واحد يدور في طلبو يدور بالفورغو تما كلاب ايا مين تلقاو فورغو نهربو نتخزمو نديرو حدرنا منها ايا حنا هابطين بالفيلو اللي كنت خطيت هكا ياسين قاعد فوق القيد وانا كنسوق ولي ساكودو معلقين في الدار في من يريح البنادم حبش يريح ومن يريح البنادم وركب قال لي قال فوق القيد انايا المهم والمزيه ديك الطريق هي هبطنا بعدا شغل هبطنا بها هبطنا ايسونسي نحتنا شويه غلبات في ديك نحتنا غلبه ما طيشناها في الطريق باسكو وصلنا بين بلاصه في الجبل ما تقاش نجيب الفيلو ايا مالا قبل ما نوصلوا كان كاين واحد البارك تاع كومونتيني بزاف ناس يتمونطاو فيه يوصلك القاح يوصلك للسرب دوك كيما تما تلقى ماتريكي الصربيه ماتريكي بولندا ماتريكي تاع الاتحاد الاوروبي بكل اي الناس شو يديروا يقطعوا الباش ويتخبى تمونطاو فيه ويلصقوا سكوتش من الداخل يا تخبى تاع الداخل بين بين خبين روتسوكوس على الروضه تاع الكاميو هذاك تاع السومي طيب احنا زعما قلنا نروحوا تما نجربوا تمونطاو طيب انا في الطريق عامر رايحين في الطريق احنا رايحين لذاك البارك كاين واحد القنطره القنطره هذيك القنطره قبل البارك هذيك القنطره قلنا تحت نروبوزيو فرجني ساكو شاجي ومريحين قال نروبوزيو كي كنت عارف الماكله كنضربوا فيها الماكله تاع سميها لي شكون حمص طايبه واجده ديرك تشاف القابصات هذيك قال نضربوا فيها جامده جامده نضرب فيها جامده جامده دابا كنعب فيها تقرمش الوحده جامده صاي اي المهم قلنا قلت فيها كيكون سبن فيها عادي اي انا باك عامر قد عندي هذه شغل الحكايه بكل 13 يوم في الغابه نهار واحد 10 ايام 10 ايام في الغابه 10 ايام ما شفتش مش 10 ايام ما شفتش راهي في المرايا ولا في وجهي هذه حنا كنت كون عايش انسان عادي تصبح تغسل وجهك تشوف راك ديما في المرايا 10 ايام ما شفتش وجهي في المرايا كنخدم ما شفت والو تما شغل 20 تماشي خرجت بصحتي شويه من الترك ايا صدفه متكيش في التليفون نسيت بلي كاينه كاميرا نسيت بلي ترمش في الغير طريق وغابه وربي فوق برك ما كاين والو جبت التليفون قاعد حط موسيقى من واحد الموسيقى مغربيه ايا من بعد دخلت الكاميرا قلت ما نصور صورت من ضوء الكاميرا لوجهي داك مشت وجهي قريب حاجه تقيته لقيت هادو دخلوا شوار بيزرقوا وهادو منهم مشقرين حمر هادو مشقرين مشقرين مشقرين
شغل داتي السخانه وزدرت وتقوت علي، ما عرفتش روحي، ما عرفتش روحي في المرايه، باقي نشوف مع روحي كما تقوت علي، ما عرفتش روحي سبحان الله، باقي نمسي وجهي كا وجهي سخون ومشقر الزوار بيزورد من البرد. المهم كملنا الطريق، سنين سيطر شويه الليل مع المغرب، باقي كملنا الطريق، مشينا خويا عامر في الطريق هذيك باش نروحو البارك، بغيت نتبعو بالجي بي اس البارك منه وصلنا واحد البلاصه شغل ارض فلاحه، لقينا فيها باكستانيين متخبيين تما، باكستانيين يكون واحد 8 بلاك ولا 9 باكستانيين، باكستان مش افغان، باكستانيين حسبونا يونانيين بلاك والله ما فهمتش انا كيفاه، هزين معاهم مشكلين داري، هزين معاهم هذاك اللي حلت تلقاو عند كان كيري تبع يا ربي يحلو لي كيتر كيتر، هزين معاهم الكيتر بليس قريب بكل هزين كيتار، شافونا ستوب 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 ولاو يجيو عندك حي اغريسيف ولا يقتلونا بالكيتار هذاك، يا رب انا ما شت مكاك بالكيتار جايين نجري والله عطات منه، هربت انا وياسين في 8 وحنا هربنا في الطريق هذيك حطات على الجبل هذيك، جرينا جراونا الباك كنا بصاك تقيك كلاويله ويوجعوا طرطقت صاحبي كنت حبس يقتلوك ثم ما تحبش، هربنا يا ربي ما تبدا نشوف كيماي من بعيد مثلا البارك كنا نوصلوا له، حنا شغل ما كانش صحيح نوصلوا زعما البارك بدنا نعيطوا ثم الناس كيجيو لابوليس بغا يهزونا يردونا للترك، واش واش اللي بيك نقول لي مثل يفرقونا عليه ماك فاهم حيقتلونا، هاربين خويا عامر هاربين بدنا نعيطوا بوليس نديروا في الضجيج باش يخرجوا الناس كش واحد يخرجك فاهم، شكون خرجوا لنا في راك عامر ديما في الفيديو تاعي الناس نقول لهم مغاربه نحب المغاربه، خرجوا لهم قداه واحد 9 مغاربه كانوا متخبيين تما في البلاصه هذيك يسنوا في الكمين شغل يركبوا بالدالك فاهم، شكون داير تما الداله ويجي خارج كامل يتمنطو في زوج يخرج كامل يتمنطو في زوج، شافوا المحيطو خرجوا مغاربه بلا فهمه بلا ما حبوا يعرفوا لك انا جزائري لك انا تونسي لك ما حبوا صعبوا يعرفوا والو، واش كاين كنا المحيا اغريسيف هنا، خرجوا لهم طردقوهم بالضرب مع هذوك الباكستانيين، طردقوهم وفي هذوك الباكستانيين بكل شافي على واحد السمين فيهم انا شافي عليه مليح، هذا كان هز واحد كيتور قريب قاسني بيه لهنا حبي يضربني به شافي على وجهه مليح هذاك، سونسيال خرجوا لهم ضربوهم منا منين انت اخي لاباس قلت لهم انا تزيري، قال لي تزيري كي مغربي صاحبي كتعنا، قال لي كيما قاسوكش قلت لهم بيا قلت لهم حتى نحتاج فيهم واحد برك، حوست عليه لقيت واحد الخشين تاع الباكستاني قالوا لي وليك مغاربه قالوا لي ليك هذا، قال لي ودير واش تحب فيه، دينا صحابو هربوا يخافوا الباكستاني يخافوا تكون تخرج لمجموعه كيخافوا صحابو هربوا بقى هو، دينا واحد البلاصه ملي كانوا متخبين هما جاوا ليا حفره كيما هكا حكموهم يحكي اونغلي مليح تو ملاك تحت ضربني انا بالو تو يو وونت كيل مي حتقتلني يا مصوري اه سوري لا والو انت كنت جات دالتك كنت حتقتلني دارت الدنيا ديك جات دالتي درك انايا اقسم لك بالله يا عامر خويا الله يحرق من الكرسي ديك لسانو قطعته له بوا قلت له خرج لسانك خرج له لسانو الجماعه المغاربه تمقفوا على فمو خبطوا بالركبه هذه في لسانو قطعته له علاه ما تقوليش ما تشفقش ما ديرش علاش ما شغل قلبك يموت باسكو هو كان يقتلني صاحبي كان يقتلني هو ثاني هي مالك ما قطعت لسانو هكا يعاود يشفع عليها مليح هي مره اخرى كي نشوف لسانو تفكر بلي كان هي اغريسي واحد الجيريان وقطع له لسانو دارتو ندبنا له كرت بيات قتلناه الدم في فمه ولا يبكي الدم لسانو الدمو مات هذيك ولا يحبو طردقناه صاير ما عرفش صار له والله طلقناه سونسيل ما عرفش صار له قتلناه بالضرب انا لسانو شان دارتو ضربه في لسانو قطعته وصلت فيه كروش غليت عليه كنت جراني قداه واحد الكيلو بالك ونص جراني وفصاكو ثقيل وكلابي لابس طرطقت مقلتش شغل لا فوق لي لا شارج بوك الانرجي بوك كانت فيا نحالي شغل العياني يا صاحبي وكم عولي وجي واش قاصدني شغل حتى واحد بعثوه ما فهمتش هذا غزان جاي قاصدني هذا وانا كيفي كيف هما حراقة عزاني حراقة صاحبي لا شو لازم هاي الدب انا بالك ايسونسيال كون جات دالتي درت فيه اللي مين دارش ايوم بعد شغل مع المغاربه قالوا احنا كنستف الكمين 18 وشو لقينا بلي الدعوه مطوله شويه هي 18 ومنا قلنا لهم احنا ما حنكملوا طريقنا ما نقدروش نقعدوا هنا حنكملوا طريقنا الحق سالنا قلنا ما خصوكم عطاونا معاهم الكاطو عطاونا قالوا لنا كاين هنا حانوت حبوكش ما نشري لكم منه الحق سالله فينا مغاربه وقلت لهم انا بلي تزيري تحطوني فوق الراس ما جي حراقه ما جي مقود عليهم كيما احنا مقود عليهم نفس المومو ما زيد علينا ما والو تهلاو فيا الحق وكنتوا عارفوني بلي تزيري تهلاو فيا اكثر
زادو قالوا صاحبو ياسين صاحب من كازا صاحب ياسين قالوا له قالوا هذا الجزائري تهلا فيه بزاف المهم قالوا تهلا فيه من الرجال كملنا طريقنا المهم كملنا طريقنا اخويا عامر حتى وصلنا ل هذا الفيلاج اسمه كافالا هذا الفيلاج اسمه كافالا قبل كومونتيني فتناها وما دخلناهاش فتنا عليها برك حبيناش نريسكي فيها ايسونسي حبينا نقولوا نضمنوها حتى وصلنا للفيلاج اسمه كافالا ايا في الفيلاج هذا اسمه كافالا اخويا قبل بالك بعد 7 كيلو بالك 6 كيلو فيه غابه فيه واحد الغابه اليونان بكل غابات ومعمره ناموس ومعمره جنون مسكونين قوده الغابه تاع اليونان لازم يرقيهم اي هذيك الغابه خويا كبيره هذيك فرشنا لي سكوت باش نرقدوا اي باش نرقدوا كوجي نرقدوا وليت نهلوس انا وليت نهلوس اللي فاك نمسح لي منامات اللي في اليونان كان يقولوا لي في كرواتي الباك هو اللي قال لي انت كتحكي وصح انك تنحضر مع روحي كان توانس نحكي شو كنشوف في بنادم قدامي كاميرا وكنشوف في مراه ونشوف في واحد كان توانس مع الناس نحكي وانا راقد هلوسه ولات عندي هلوسه وهذيك الغابه نشوف عليها فيها الفطر هذاك الفطر هذاك الشامبينيو مغروس مغروس وتزلق وانت ايماجين انت راقد ترقد هنا تنط تلقى راك تحت هبط شويه تزلق ايميسونسيه تبرميت حتى نكالي في رجلي على شجره باش نرقد نقودها بقودها اقسم بالله عدو يمت منها هلوش. ايام تكي في الغابه هذيك اخويا راقد كي كون ديت نهلوس ونهضر منه ونتقلب منه راقد على حجره كلمتي ايسونسي طرقت قودت عليا قودت عليا خلاص بليز نشوف روحي بلي مش حنطول في الدنيا دي والله العظيم لازم نشوف روحي ما دخلت كما نقولوا في مومو حنروح حنرجع للترك تاع مو حنرجع نرجع الطريق غادي نسلم راه وصلت لواحد مومو شو صعيبه باش تقدم ومستحيل باش ترجع تحسي مومو كما نقولوا مقود صح شغل كيقول لك الشوكه تدخل فيك تجبدها تجرحك تخليها لداخل فيك تضرك هاكك صراتلي ايا ريحنا في الغابه هذيك بديت نهلوس منها قلت لك انا صايم مرات تكا ومدك كملنا طريقنا الغدوه كملنا طريقنا وبالعذاب حتى وصلنا هذا المدينه كافالا مدينه سياحيه كافالا مليحه بزاف عندي فيها تصاور مليحه بزاف كافالا هذه سياحيه لقينا فيها سياح رحنا باش نقطعوا تيكي من تما باش نقطعوا زعما تيكي مع تاع البيوس حنا ريسكيو ما مش مضمونه وشو بينا ريسكيو كيما جي جي اسمها جات بلي حكمونا تحكمنا درنا اللي علينا الله تحكمونا خويا في كافالا ومنا زونا ما كملنا وصلنا لتيسالونيك صاي كيما نقولوا انا ربحنا ايا وصلنا وشو درنا الكود شوف نحينا اللحيه كانت عندنا جو طابل نحينا اللحيه اللانجات وجهنا من التراب الطين هذيك غسلت وجهي مليح باللانجات هذيك تشوف كله كحل تندبت غسلت روحي مليح باللانجات هذيك مليح بالماء غسلناها مليح جو طابل هذيك حكمت بها نحيت بها اللحيه كاس حسنت اللحيه مليح سيقتها كان عندنا في الحوايج كان عندنا في الصليصه كل الحوايج كنا مخبيين كنا نوصلوا للمدينه زعما نجيو نبدل لبس والله شكون كنا مبيشين ايا لبس تريكو تاعي تريكو كنت لابسو بيض فيه ساحت لي فيه كما قلت الرشاشه تاع الناموس هذيك كي ندير فيها ساحت لي فيه تندب شويه بيض وشو داروا فيه الطاشات كصفر ولبس واحد سروال ثاني زرق ايا وقطعنا وترينينغ مبرمت في الطين المهم ايا قلت لي سينتو سناري انت ما يحكيش اونجلي صاحبي هذا المهم قلت له ندخل انا للستاسيون تاع الترام نقطع البيوس نمشي زوجي تيكي المهم عطاني هو 70 اورو وانا اللي كانت عندي هذيك 20 اورو قطع زوجي بي 30 لا مش 30 15 بالك والله نسيت قد ايش نسيت 15 كاين ليسونسيال زوج جاونا 30 اورو بالك ولا 25 اورو قطعنا زوجي تيكي حكيت معها هذيك كانت حبتها مره انا ما دخلت للكيشي ديت نخيل شكون فيهم اللي باشوش تضحك وناس ملاح باسكو كان يحرك كان في الريسك ما كانش لعب خا عند واحد كيكون صامت مارك يقول تعطيني جيف مي يور دوكيمنت تعطيني الكوارت تاعك يدير تاك الزكاره ليش تيم في قلت في مباراه كشويه طيكا طفيله في الثلاثينات ناس ملاح اذا تضحك احسن تهانتين بالناس ملاح بالضحك جود مورنينغ هاو ار يو منا قلت لها الله يا بالتالي انا ادونت من الرقاد قلت انت اول مره تكون شفتها كيما نقولوا باش وشا كيما انت هنا شكون لك تعرف تطلع في المورال منا بالعط برك ما يحشيلها برك يحشيلها برك باش تطلع على المورال باش تعطيك تيك بلا ما تسقسيني على الدوسي على الكوارت والله ايا قلت له كيو قلت له قلت لي منين انت ما قلت لي منين انت واش يصفى شوف الضحكه قريبه قلت لي انت اسمع قلت لي منين انت قلت لها من البوسنه بوسنيه قلت لها بوسنيه عندها يرغوفينو او قلت لي ناس قلت لك مالي حواس قلت لها حواس قلت لها مرتي ثاني معايا اي بالكرش حامل وانا رايحين تيسالونيك
زيدو نحوسو ونديرو فوطوات ومن قالت لي قالت لي مليحة من البنك مزيان ما حطيتش فيه قرعة وقالت لي تحمل تلاقى مرتك ولا هي هذه من قوة يعني واش تكون هذه طوب بدا البنك شغل جبنا باسكو لها باقيين يصل معاها طولت معاها شوية وبدات الكونتاكت تاعي تاع الانستغرام راك فاهم والله عندي كونتاكت تاع الانستغرام دوك مازال لي اليومين هذا مازال لي كونتاكت تاع الانستغرام تاعهم ايا اسمها كاميلا ايا قالت لي قد انت كي خاصك تاع زوج قالت لي الطفل اللي في كرش مرتك نعطيو تيكي بضحكه جالت هذيك لا 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 قلت المهم غادي زوج تيكي ثانك يو سو ماتش هاف نايس داي ايا زيد لي تيكي خرج عند صاحبي هذاك ياسين قال لي صاي صاحبي صاي قلت له فرسها صاي قلت له انت هو مرتي ايا عطيتو التيكي منه وشو عطيتو التيكي وشو وقت شغل ما تقعدش ما قعدوش نستناو في الترا مع بعضنا قلت له انت راك مكت كما قلت لك في جهه واش داك بعيد تخبى تما وانا اللي قاعد هنايا فاجي الترا نركب واش الترا حتى قبل ما يديماري بعد جوج دقائق باش نركبو قال يدخل باك كونترول من ايا تفاهمنا انا وياه الحق ركبنا استنينا حتى جات الترا جات الترا باقي نستناو باقي نستناو باسكو ديماري الترا على 8 تاع الصباح بقينا نستناو حنايا ايك واش ديماري الساعه باش نركبنا يعني ما قعدناش مع بعضنا وقلت له كنت حاب تحكي معايا بغيت تحكيش اونغلي مليح قال لي قلت له اي كلمه بلونغلي ما تهضرش معايا بالعربيه خلاص انت تحكي معايا لا عربي لا فرونسي ما تحكي معايا لا بالمغربي لا والو حكي معايا اونغلي ما متفهمش اونغلي قول لي حاجه بلونغلي باش قول لي جود مورنينغ ما تعرفش تحكي قول جود مورنينغ هذا ما كان اي الحق جبناها ركبناها في الطريق ديك وصلنا للتيسالوني وفي الطريق باقي مسوسين دابا حاكم في قلبينا في الطريق غير يخرجنا كش كونترولي في التشونه يلقونا بالحراك الطريق هذه بوك نعاودو يرجعونا مقوده صاحبي نبدا ايا بقي نسناو ايا ولدي عذاب عذاب ايا مانا وصلنا للتيسالونيك نشوف عليها وصلنا باك شويه وصلنا لك شويه العشره هكاك حاجه كيما هكا وصلنا لتود العذاب بوك الذي لمدينا انا فيها صليت انا تكذبش عليك صليت تما الصبح انايا وحنا عند واحد السواره تما لقينا يعرفوا واش والله عنده صحاب مغاربه في فاتوا على الطريق يعرفوا السواره عطاو له الكونتاكت على السواره تلاقينا من حق كراونا دار شبابي دار شبابيك الليله ب 10 اورو ولي دار شبابي نعلم نخليو هنا في تصالونك كامل غدوه ان شاء الله ولي يا خويا العزيز ومن بعد كي قعدت في تصالون كيفاش عاودت خرجت من تصالونك تصالونك ريحنا فوتات ديما مشابين ومنا ومنا وكانت حابه تجيني صديقتي هذيك السويديه ومن بعد انا ما حبيتش وتحت نكمل تاع الطريق ساعه ومانيش فيما موت عند تلاقاو منا كنت محرق ومقود عليا ايا الحق زادوا حكمونا لابوليس تما حبينا نديروا الخرطيه تاع اليونان هذيك عاد نديروا الخرطيه صح حكمونا قلنا ما كانش خرطيه ايا عادوا رجعونا لتركيا المهم نخليوها هنايا وان شاء الله نكملوها لكم نكملها انا اخونا المره الجايه ان شاء الله اخويا